كشفت تقارير إعلامية تفاصيل اتفاق مانشستر يونايتد مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأعلن مانشستر يونايتد اتفاقه مع يوفنتوس على الصفقة بشرط إتمام الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية للعقد وحصوله على تصريح العمل وإجراء الكشف الطبي. وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: سيدفع مانشستر يونايتد 15 مليون يورو ليوفنتوس كقيمة ثابتة في الصفقة، وأضاف: تتضمن الصفقة حصول يوفنتوس على إضافة بقيمة 8 ملايين يورو بناء على أرقام كريستيانو رونالدو. واختتم: سيضمن يوفنتوس حصوله على 20 مليون يورو على الأقل في الصفقة، لأن بعض المتغيرات من السهل أن تتحقق شروطها مع أداء رونالدو.